هذا وشهدت العاصمة صنعاء ومدينتا تعز والحديدة وسط البلاد وغربها مظاهرات حاشدة مؤيدة للرئيس عبد رب منصور هادي ومنددة بما سمته الانقلاب الحوثي. يأتي هذا في وقت سقط فيه عدد من القتلى والجرحى في مواجهات بين القاعدة والحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن. المزيد مع مراسلنا من صنعاء عبد العزيز الهياجم. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة تعز بوسط البلاد وأيضا مدينة الحديدة في غرب البلاد تظاهرات حاشدة لمنظمتها قوى وأحزاب مناوئة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وقد أكدت هذه التظاهرات على تأييد للرئيس عبد الرب منصور هادي وللتنديد بما اسمه بالانقلاب على الشرعية السورية. وبحسب المصادر فقد جرت محاولات لتفريق التظاهرة التي أقيمت في العاصمة صنعاء، لكن المتظاهرين الذين كانوا بشكل حاشد قد أمضوا مسيرتهم بشكل ناجح. هذا الأمر يأتي في وقت أكدت المصادر أن عودة المواجهات العنيفة بين القاعدة والحوثيين في مدينة رداء وعدد من مديريات محافظة البيضاء بوسط البلاد. بحسب مصادر فقد شهدت الساعات القليلة الماضية سقوط العديد من القتلى والجرحى من كلا الطرفين.